وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك بن أحمد. بداية دكتور، أهلا بك معنا في نشرة أخبار الثالثة. انخفاض معدل العام للجريمة بنسبة 30% يؤكد أن البحرين بلد آمن ومستقر، وأن مسيرتها الاقتصادية قوية ومؤهلة للمضي قدما للأمام. ما هي رؤيتك لهذا الإنجاز الأمني على أرض الواقع؟ نعم، يعني في البداية أود بمناسبة هذا الإنجاز أن أهنئ وأرفع يعني التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذا الإنجاز، لأن هذه النسبة إذا ما قورنت بنسب انخفاض الجريمة على المعدل العالمي فهي نسبة عالية جدا، وتعني بشكل يعني دقيق أن جميع مؤسسات الدولة المعنية بهذا الجانب تعمل كمنظومة واحدة وقد تمكنت من خفض المعدل العام للجريمة في مملكة البحرين. طبعا الدور الكبير لوزارة الداخلية بقيادة معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة واضح جدا في هذا الجانب. لا ننسى طبعا أن وزارة الداخلية كان لها دور أساسي جدا في إطلاق عدد من المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها طبعا مبادرة بحريننا التي ارتكزت على جانب الوطنية والولاء للوطن، وتضمنت مجموعة كبيرة جدا من المشاريع والمبادرات والبرامج التي اشتركت فيها يعني أعداد كبيرة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في هذا الجانب، وكانت تركز في الواقع على يعني مجموعة من المثل والقيم في المجتمع، ونحن نرى اليوم مخرجاتها على أرض الواقع من خلال انخفاض معدل الجريمة. طبعا يضاف إلى ذلك مجموعة البرامج والقوانين والتشريعات التي تؤصل وترسخ للحياة الاجتماعية الصحية في مملكة البحرين. نعم، فالقوانين المختلفة التي تمت الموافقة عليها مثل طبعا العقوبات والتدابير البديلة، وطبعا حماية الطفل وغير ذلك طبعا من مشاريع وتشريعات وقوانين، كلها تسير في اتجاه حفظ أمن واستقرار المجتمع، وبالتالي أيضا خفض معدل الجريمة. طبعا هذا يضاف إلى المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله، والذي رسخ من الحياة المدنية وأعطى المواطنين حقوقهم، وبالتالي شعور المواطن بأنه يحصل على حقوقه من الدولة هو في مقدمة ضمانات انخفاض الجريمة في المجتمع. نعم دكتور محمد، ما هي يعني هناك عدد من الرسائل الإعلامية التي تضمنتها كلمة معالي وزير الداخلية، منها كما تفضلتم دور المشروع الإصلاحي والنهج الحكومي في تحقيق هذا الإنجاز الأمني، حدثنا أكثر عن مضامين هذه الكلمة. طبعا أشار معالي وزير الداخلية إلى نموذج مهم ومثال مهم جدا، أعتقد أنه في مقدمة الأمثلة التي ينبغي أن نستشهد بها في هذا الواقع، وهي طبعا ملحمة مكافحة فيروس كورونا في طبعا هذه الأزمة الصحية العالمية التي عصفت بالعالم، قادها سيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمكنت مملكة البحرين من تجاوز هذه الأزمة باعتبارها واحدة من أفضل دول العالم في التعامل مع هذا الموضوع الصحي. هذه طبعا الملحمة تجسدت من خلال تعاون مختلف الجهات الحكومية كفريق واحد، فريق البحرين الذي عمل في مختلف مناحي العمل الحكومي لضمان أمن واستقرار وصحة وسلامة المواطنين. هذا بحد ذاته يجمع شمل المواطنين ويجعلهم تحت مظلة واحدة، ويحسسهم باهتمام الدولة والحكومة من خلال برامجها ومشاريعها ومبادراتها بهم. هذا مجرد مثال واحد. طبعا ذكرنا قبل قليل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والذي تمخض عنه مجموعة من المنجزات والمشاريع التي ترسخ الاستقرار والأمن في المجتمع، منها طبعا مجلسي النواب والشورى، منها طبعا المجلس الأعلى للمرأة، منها النيابة العامة والمحكمة الدستورية، وغير ذلك من المؤسسات التي انبثقت عن المشروع الإصلاحي. هذه طبعا تسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع وفي نفس الوقت تؤكد للمواطن بأن الدولة طبعا تقدم له كل الخدمات وكل الضمانات التي تجعله يعيش معيشة كريمة، وأنها تهتم بمستقبله وبتوفير الحياة المدنية والاستقرار له من خلال مؤسسات الدولة التي طبعا تعمل وفق منهج ورؤية تضعها الحكومة الموقرة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم. نعم، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك بن أحمد، شكرا جزيلا لك.